السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم هو الظاهره الخارقه للعاده، الظاهره المعروفه في العالم كامل بانانيه نتاعو، انه رحيم سيرلينغ. رحيم سيرلينغ ولا المدعو الاناني رقم واحد في كره القدم، ولا الاناني رقم واحد في العالم. نعطيك نعطيك كلش الا البالون ما نعطيهولكش، غير انساه. هذا هو رحيم سيرلينغ. رحيم سيرلينغ اللي كان العام اللي فات معروف بالانانيه نتاعو، ومعروف عليه رحيم سيرلينغ انه لما يتعلق الامر اني باش مرر كره المحرز باش يبان على حسابي، هذه ما كانش منها. رحيم سيرلينغ اللي دارها العام اللي فات في مقابله العمر، مقابله توتنهام، مقابله ذهاب، فضل ما يعطيه ما يمررش الكره المحرز باش ما يسجلش هدف، واللي يعاون به الفريق نتاعو، وفضل انه يكون اناني. والعديد من المقابلات ايضا في الدوري الانجليزي وكاس الرابطه، الدوري الانجليزي دائما رحيم سيرلينغ وفي العادات نتاعو، وفي العاده نتاعو هي الانانيه، وفي الانانيه خاصة لما يتعلق الأمر برياض محرز. وهو رحيم سيرلينغ سابقا تحدث وقال بصراحة قال باللي محرز لاعب كبير ولاعب ممتاز، ولازمني نخدم باش نطير البلاصة المحرز، باش يطير البلاصة المحرز لازم ما يباسيش المحرز، لازم يقبل البا ويمشي به وحده، سواء سجل ولا ما ماركاش، ماركا ولا ما ماركاش، لازم البالون ما يروحش المحرز. هذه باش تكون نجم كبير بالنسبة لرحيم سيرلينغ. الخبر اللي داول اليوم في الصحافة الإنجليزية، خبر يبشر بالخير إن شاء الله يكون صحيح، يكون الخبر صحيح. الخبر مفاده تاعه أنه إدارة السيتي تفكر في بيع اللاعب رحيم سيرلينغ في الميركاتو الشتوي. هذا خبر من أروع ما يكون. بل بالعكس، أنا بالنسبة لي أنا لو يروح سيرلينغ ويرجع صاني في الـ في الـ في الفورما تاعه، السيتي راح تربح، مش راح تخسر، راح تستفاد. خلينا من الناحيه الماديه والاموال، راح تستفاد ايضا انها راح يروح لها لاعب اناني، وراح يخدم المجموعه. صاني ولا اللاعبين كامل راح يخدموا المجموعه، برناردو سيلفا وصاني. اليوم الصحافه الانجليزيه تتكلم انه، من ايضا مواقع الكترونيه انجليزيه تتكلم انه اداره سيتي تفكر في بيع رحيم سيرلينغ، خاصة قبل يعني عودة صاني. يعني إدارة سيتي تفكر في بيع سيرلينغ في حالة يعني رجوع صاني بقوة، ورجوع صاني في المستوى نتاعو. رايحين يبيعوا رحيم سيرلينغ. رحيم سيرلينغ من بين الأندية اللي تكلمت، هما تكلموا طرقوا نادي ريال مدريد. نادي ريال مدريد حسب الصحافة الإنجليزية والمواقع الإلكترونية الإنجليزية تكلمت أنه ريال مدريد يفكر في شراء رحيم سيرلينغ في الميركاتو الشتوي. أيضا تكلمت الصحافة الإنجليزية وتطرقت إلى أنه عودة صاني ربما تعجل برحيل سيرلينغ. الشيء الآخر، تألق، تكلم الصحافة الإنجليزية على تألق رياض محرز وبرناردو سيلفا ودوبروين، هذا الثلاثي هذا ما ذكرتهم بالأخص، أنه وضع غوارديولا في مأزق، مما يخلي غوارديولا يعاود يراجع حساباته، خاصة فيما يخص الثلاثي هذا. احنا شفنا مقابلة نورويش سيتي أن هذا الثلاثي ملعبش، خاصة رياض محرز ودوبراين، عفوا هذا الثنائي ملعبش الشوط الأول، شفنا النتيجة كده كانت، وفي النهاية خسرت السيتي. غوارديولا يعاود في يراجع حساباته، رغم أني أنا عندي قناعة خاصة أنه غوارديولا يحب يحابي، ولا كما نقولوا احنا بالدرجه الجزائريه تاعنا، يحب يضرب للشتاء الانجليزيين يحب يضرب لهم الشتاء، ولا يحابهم، لان رحيم سيرلينغ لاعب دولي انجليزي. باش لاعب دولي انجليزي يرجع في الاحتياط وفي انجلترا ونادي انجليزي، صعيبه. اذا نشوفوا كيفاش مخرج، ينتظروا عوده صاني اللاعب الالماني من اصول سنغاليه، لو يرجع ويكون في الفورما
راح تكون مشاكل كبيره بالسير ليغ. اذا الحل باش ما نكسروش اللاعب الانجليزي الدولي الانجليزي وما يهاجموناش الصح ما تهاجمناش الصحافه الانجليزيه، هذا التفكير تاع غوارديولا، انهم يبيعوا ينتظروا صاني العوده تاع صاني القويه ومن بعدها رايحين يبيعوا رحيم سيرلينغ. منهم يستفاد الاداره ولا يستفيد فريق سيتي من مبلغ مالي معتبر، وفي نفس الوقت يرضيوا الانجليز ويروح سيرلينغ لنادي كبير يبقى ريال مدريد، نادي من الانديه الكبرى في اوروبا. يعني في كلتا الحالات ما يغضبوش سيرلينغ، رغم ان سيرلينغ صراحه ما نقولوش ما عندوش امكانيات ولا لاعب ضعيف ولا، بصح اكبر اناني في كره القدم، اكبر لاعب اناني في العالم، في العالم نعم في العالم، اكبر لاعب اناني في العالم هو رحيم سيرلينغ. قلتها في البدايه كلش نقدر نفرط فيه الا باش نعطيك الكره يا محرز، غير انسى غير انسى، هذا هو رحيم سيرلينغ. وبالادله بالملموس مش كلام فارغ برك، هضره قال اناني سيرلينغ بالملموس، العديد من المقابلات العام اللي فاتت سيرلينغ محرز يكون وحده، مقابلات مصيريه، مقابله توتنهام، مقابله الذهاب لدوري ابطال اوروبا، مقابله مصيريه ما مدلوش البال، هذا هو سيرلينغ. والبطوله والدوري الانجليزي والشامبيونه وكاس الرابطه وكاس الاتحاد نفس الشيء، ما مدلكش البال. مقابلة نيوكاسل اللي لعبوها العام اللي فات خسرت السيتي بفضل اول حاجه الفلسفه الزايده تاع غوارديولا، وفضل الاعتماد الزايد على سيرلينغ اللي في الاخير ادى بطاقه صفراء، وكان هو اسوأ تنقيط في المقابله، وكان هو من اضعف اللاعبين في المقابله في ارضيه الميدان، في ارضيه الميدان من كلتا الجانبين. بصح غوارديولا قلت لك المحاباه، سياسه المحاباه اللي يديرها غوارديولا وهي اللي كسرت الفريق العام اللي فات. لو كانت ما كانش سياسه المحاباه العام اللي فات غوارديولا كانت البرسا عفوا كانت السيتي رايحه تكون تروح لبعيد في دوري ابطال اوروبا. بصح كي كانت سياسه المحاباه وسيرلينغ يلعب دولي انجليزي ويدير الحساب المنتخب الانجليزي، النتيجه بانت خروج من الدور الربع النهائي. لو كانت كاينه عداله من غوارديولا، اي لاعب اللي قدم اضافه يلعب، اللاعب اللي يكون اناني ما يلعبش، ما كانش السيتي تروح لها دوري ابطال اوروبا، كانت اقل حاجه تلحق لافينال اقل حاجه، لان العام اللي فات كانت بهزه العديد من النوادي الاوروبيه، كانت الكبار النوادي الاوروبيه الكبيره كانت ميته، الريال كان ميت، البرسا ميته، النوادي الاوروبيه هذه كل ما تطاح شقة. ليفربول ما فا تربحو السيتي، توتنهام ماهوش فريق كبير الكبير اللي يخوف السيتي، لو كانت السيتي ما كانش فيها الأنانية وما كانش فيها المحاباة نتاع غوارديولا. إذا المحاباة الزايدة من بيب غوارديولا هي اللي كسرت السيتي، والفلسفة الزايدة هي اللي كسرت السيتي. رياض محرز المقابلات الدوري الإنجليزي الموسم هذا، المقابلة اللي يلعبها يثبت ويبرهن ويبين باللي لاعب من عينة الكبار، من بعد ما يلعبش اي مقابله يلعبها يبين، من بعد المقابله اللي بعدها ما يكونش اساس. المقابله هذه تاع 8-0 العالم كامل شاف رياض محرز عنده مكانه اساسيه، كل واش يكون عنده مكانه اساسيه. الان دركا بقى صداع في راس غوارديولا، شكون اللي لعبوا وشكون اللي يخلي احتياط، الى لعبتك سيرلينغ وخرجت محرز ليكيب ممكن ما تدورش وممكن ما نربحش، هاني في الخساره، نخرج سيرلينغ ولعب محرز تسمى راني ضريت اللاعب الانجليزي والدولي الانجليزي وضريت منتخب انجلترا، ولازمني نحابي الانجليز ونكسب رضا الانجليز. عندك كاين حل واحد، ما كاينش حلين، اكسب رضا الجمهور نتاعك وخلي النادي تاعك يبقى دائما الفوق في الطوب، ماكش تكسب دوري، ماكش تكسب المنتخب الانجليزي ولا تكسب ود المنتخب الانجليزي ولا اللاعب الدولي الانجليزي، لان في الاخير كثره الخسائر
رايحه تخلي غوارديولا يطيروه من المنصب نتاعو ولا يقيلوه. اذا المنطق يقول باللي سيرلينغ لو يمشي بالطريقه نتاع الانانيه ما عندوش مكانه في السيتي، رغم انه لاعب كبير وعنده امكانيات، لكن السيتي هو المجموعه، هو روح المجموعه، هي كتله مع بعضها. السيتي هما مجموعه، اما باش لاعب يلعب لوحده شفناها العام اللي فات ونصبت دوري ابطال اوروبا مع توتنهام، بالنسبه لي ماهوش فريق كبير 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 يخلع كيما ليفربول ولا كيما الانديه الاوروبيه الكبيره، نتيجه بانت. اذا كخلاصه الصحافه الانجليزيه ووسائل الاعلام الانجليزيه تكلمت وطرقت انه راحيم ستيرلينغ راح يكون معروض للبيع في الميركاتو الشتوي، خاصه مع عوده ساني القويه. نتمناو احنا الخير المحرز، ما نتمنى حتى الواحد يروح ولا ما يروحش، احنا واش يهمنا ولد بلادنا ويهمنا رياض محرز انه دائما يكون اساسي ودائما يتالق. فالاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.